يقول السائل حفظكم الله، لماذا تباطأ الكثير من دعاة الفتنة اليوم على التشكيك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة فيما يتعلق بالولاية والإمامة كحديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ لماذا؟ ولماذا تباطأ كثير من دعاة الفتنة، يعني توافقوا نعم، من دعاة الفتنة اليوم على التشكيك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة فيما يتعلق بالولاية والإمامة كحديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ تواطؤوا على هذا لأن مشربهم واحد فهم تواطؤوا على هذا. نعم.